نظمت وزارة التربية والتعليم احتفالا وطنيا احتفاء بالذكرى 19 للتصويت على ميثاق العمل الوطني بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ومسؤولي الوزارة وآلاف من الطلبة والمدارس من المدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي. وقد تضمن الاحتفال العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية المتنوعة، ومنها مهرجان أقيم بصالة الوزارة بمدينة عيسى تضمن معرضا لليافطات واللوحات الفنية وأركانا لمؤسسات التعليم العالي تضمنت أبرز مشروعات تخرج طلبتها، إضافة إلى ركن لمركز رعاية الطلبة الموهوبين، إلى جانب تخصيص ركن تراثي بعنوان البحرين قديما استعرض خلاله الطلبة أبرز جوانب التراث الشعبي البحريني. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني تعبيرا عن مشاعر الولاء للوطن والوفاء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتأكيدا لامتنان الجميع لما يحظى به قطاع التربية والتعليم من اهتمام ورعاية من جلالته حفظه الله، ما كان له الدور الأكبر في الارتقاء بالمسيرة التعليمية. وأكد الوزير أن الوزارة تضع بعين الاعتبار توجيهات الملكية السامية بشأن تعزيز الهوية العربية لمملكة البحرين وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية. كما نظمت الوزارة كرنفالا للسيارات التي تم إعدادها من قبل عدد من المدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى مسيرة طلابية انطلقت من جامعة البحرين وصولا إلى صرح ميثاق العمل الوطني بمشاركة أكثر من 4000 طالب وطالبة، فضلا عن احتضان جامعة البحرين لمباريات في كرة القدم ومسابقة تحدي الرمال، إلى جانب مسابقة اختراق الضاحية التي أقيمت بحلبة البحرين الدولية.